بسم الله الرحمن الرحيم. رشيد بحماني، نائب رئيس مصلحة الأشغال بجامعة تملول. نحن الآن يعني بصدد التدشين اللي قام به السيد العام للفضاء المرأة والطفل بحيث مزات بجامعة ديال تملول بالمناسبة ديال عيد العرش المجيد. يعني المشروع كفضاء يندرج بداية يعني في إطار العدالة المجالية اللي كتقوم بها الجماعة في هذا الإطار، خصوصا على مستوى البنيات التحتية يعني الاجتماعية والثقافية. بغات تخلق واحد عدالة مجالية ما بين جميع الأحياء ديال أي تملول. هذا النوع ديال الفضاءات كيتواجد في مجموعة من الأحياء، والآن نحن بصدد تدشينه على مستوى حي طمازات بأي تملول. المشروع عبارة عن فضاء للمرأة والطفل له مجموعة من الأهداف، من خلالها يعني يهدف بداية إلى خلق مجموعة من الورشات لاحتضان بالدرجة الأولى المرأة والطفل بهذا الحي. هذه الورشات تنصب يعني بالأساس على الخياطة والفصالة وعلى روض الأطفال وعلى يعني الحلويات وما إلى ذلك. مجموعة من الورشات اللي غتخلق واحد القيمة مضافة يعني الحي، وخصوصا لهذه الفئتين الاساسيتين اللي الجماعه كتعطيهم واحد الاهميه كبيره من بين جميع الفئات ديال الساكنه ديال اي تملول. والان نحن بصدد اعطاء انطلاقه ديال الاشتغال ديال هذا الفضاء هذا اللي دار يعني بشكل تام في اطار يعني الميزانيه الخاصه ديال الجماعه من ناحيه البناء وسميتو، ولكن من ناحيه ديال التجهيز الدار يعني بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. ثم اضافه الى ذلك هذه الورشات غتكون في اطار مجموعه منها تكون في اطار تعاون مع التعاون الوطني وشراكه مع مجموعه من الشركاء اللي من بيناتهم بطبيعه الحال يعني السلطات الاقليميه ممتلئه في السيد العام اللي شرفنا اليوم بتدشين هذا الفضاء. السلام عليكم، معكم الشيف بشرى. صراحة احنا بزاف فرحانين على هذا الفضاء اللي تفتح هنايا في التجزئة ديالنا يعني في أي تملول بصفة عامة، والصراحة راه غادي يزيد واحد القيمة لهذا المكان هذا، بحيث أن يعني اللي كنلاحظوا العيالات على الخصوص بزاف 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 اللي كنلقاو مثلا الأكثرية غير تجمع على برا وهذا، وتكون المرأة إن شاء الله تدخل لينا في واحد النوع وتخرج يعني على أنها واخدة واحد الحرفة ويعني اللي غادي نخدموا عليها واللي غادي تاخذها اللي تقدر تنفعها في حياتها من طبيعه الحال، ويعني من خلال الدروس اللي غادي تكون تاخذ ومن خلال الدعم النفسي وايضا المتابعه اللي غادي تكون متابعين بها، ونتمنوا على انها تكون فاتحه خير على اي تملول كامله. السلام عليكم، عصام الاميني رئيس لجنه الشؤون الاقتصاديه والثقافيه والرياضيه والاجتماعيه والصحيه بمجلس جامعه اي تملول. اليوم كتشرفنا بحضور سيد عامين صاحب الجلاله بعمالة انزكان اي تملول وسيد رئيس جامعه اي تملول وفي المرافق لهم بتدشين هذا المرفق اللي هو فضاء المراه والطفل بمنطقه طمازارت. هذه المنطقه اللي كان في حاجه ماسه الى مثل هذه المرافق، هذه المنطقه اللي ما فيها حتى شي مرفق جماعي في الحقيقه اللي كيهتم بالمراه وكيهتم بالشباب والطفل عموما. فاليوم الحمد لله هذا بدايه ديال واحد مجموعه المشاريع ان شاء الله اللي كتستهدف هذه المنطقه بالضبط، اللي من بدايه غادي يكون فضاء الطفل والمرأة اللي كانت من مساهمة كبيرة جدا ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجامعة أي تملول. إن شاء الله في إطار برنامج عمل جامعة أي تملول ديال الولاية الانتدابية 2021-2027 غادي يكونوا فضاءات أخرى إن شاء الله من ملاعب قرب وفضاءات ديال الشباب إن شاء الله، ونتمناو أن هذا الفضاء هذه المنطقة تستفد بما يكفي من الفضاءات إن شاء الله لأنها كتستحق، خصوصا بعد واحد الحيف ديال سنين وسنين، ونتمناو أنه تكون بداية ديال أول قطرة إن شاء الله لتنمية هذه المنطقة إن شاء الله. السلام عليكم، احنا انخرطنا في هذا المعهد باش الدريات يستافدوا أكثر، وخصوصا هو قريب للساكنة ديال تماونسة باش البنات يستافدوا يتعلموا شي حاجة اللي تفيدهم في حياتهم المستقبلية إن شاء الله. ويدخلوا سوق الشغل يكون عندهم ديبلوم يقدروا يعتمدوا على راسهم ويدخلوا مدخول الشهري ديالهم. الورشات اللي عندكم هنايا مثلا؟ هنا كنتعلموا في صاله وخياطه، وكاين حتى ورشه ديال الطبخ حتى هي.
يعني باش الدريات يعتمدوا على رأسهم باش يوليوا خدامين.